على الكلثمي والله عندك مكان المشهدين الجاية لذيذة إذا وظفتوها بشكل لطيف يا رب. يلا كثير الورق بدأ يذب. لا تقول شيء اصبر جوي جميل. مسابقة تقليد الأصوات بمعنات لجنة واحد صوته سيء ممكن يقال عنه كويس عكس ذلك لجنة وناس يشاركونهم بالأصوات الجميلة واضح؟ تفضل معكم دقيقة شباب وزعوا الشخصيات كذلك كتابة السيناريو واحد كامل ايه طبعا واحد طيب انا اقول بدل ما علي جميل انا محمد معبد لا طيب بس انكم غني لجنة لا انا ادي لجنة ليش ايش رايك نخليها مسرحية سبعينات ايوه بداية الفنانين انت طلال مداح تمام الله يغفر له انت عايض انت او ادريس ابو بكر ما ادري ادريس ابو بكر تمام كانكم بدايه حقبتكم تبون تظهرون انفسكم للناس وتقلد انت طلال وتقلد انت عايد وتقلد انت من ادريس ابكر ونعم بس بس قل له نعم بس غن من تعرف تقلد المغني ابو بكر صار يوسف الشافعي يوسف الشافعي عبادي الجوهر بادي خلاص بنغير الاسماء بادي طلال لا 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 بس تروح تتقن الشخص طيب انا خلاص خلاص انت خلاص تمام يعطيكم العافيه شباب عندنا في هالمسابقه شباب